عايزك تزعل من اللي حصل. ده جرد المايه، انت لسه ما هتشوف في السجن. لو مالكش ظهر يسندك يبقى هتتفرم. احنا جينا الدنيا دي عشان نتفرم، وناس تانية تاكلنا وناس تحل بينا كمالة عدد. اللي قولي صحيح يا جنابه، انت ايه اللي حدفك ناحيتنا؟ ايه؟ ضربت امين شرطة زيي ولا ايه؟ انا بريزة وعجبك قوي، بس مش قوي قوي يعني. دي كانت المرة الوحيدة اللي ضربت فيها حد في حياتي. أنا بفضل الله يا جنابه مفيش بيت في حارتنا ما ضربنيش، وطول النهار الحقوا يا جدعان بيضربوا بريزة، بريزة بيتضرب، والواد تلاقيه ماشي في الشارع عمال يقول لك بريزة بيتضرب، بريزة بيتضرب. لا وإيه؟ لو في بقى عيل معدي بتاع توك توك يقوم ملحنها لك بيضربوا يا عم اضحك اضحك بقى. أنا بريزة طبعًا. أنت نفسك تسألني هما ليه سموني بريزة، بس انت نفسيتك متاخده كده ومتضايق فمش عايز تتكلم. بس انا هقول لك، اصل انا عم جابر قال لي ان انت سالت عليا، يعني عايز تبقى صاحبي، وانا كمان عايز ابقى صاحبك. ربنا بص يا جنابه، انا وقعت على الدنيا لقيتني بريزه. اللي سماني كده ابويا المعلم الغوص بقى الله يرحمه، كان كهربائي. يعني فجأة لقيت نفسي بريزة ابن العوز. برضو مش عايز تضحك ولا تتكلم؟ طب أنا هقول لك حاجة أبويا قالها لي. قال لي يا ابني إحنا غلابة قوي، لا لينا حس ولا صوت. عشان نعيش في الدنيا دي لازم نبقى على هوا اللي بيتحكموا فينا، زي اللي قدامك دول. كل واحد في دول له قصة وحدوتة وموال، منهم اللي مظلوم ومنهم اللي ظالم ومنهم اللي ما يعرفش هو هنا أصلا ليه. متحامين في بعض وفي كترتهم عشان الدنيا تمشي. إيه؟ برضه مش عايز تتكلم؟